وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. أستاذ جمال، بداية أهلا بك معنا في هذه النشرة الإخبارية. حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ربما يزيد عن 2 مليار يورو، كيف يسهم التعاون والعلاقات المشتركة بين مصر وإسبانيا في تعزيز هذا الرقم، وما هي أهم المجالات التي تعزز هذا الرقم؟ تفضل. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالفعل هناك زخم في العلاقات المصرية الأسبانية منذ عام 2014، وبالتحديد بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسبانيا في عام 2015، كان هناك دفعة قوية للعلاقات، طبعا هذا على حجم التعاون الاقتصادي ما بين الدولتين، وأيضا دخول الشريك الأسباني كشريك اقتصادي مهم جدا في السوق المصري في العدد من المشروعات، سواء التي لها علاقة بالبنية التحتية أو الطاقة والطاقة النظيفة بالتحديد أو غيرها من المشروعات. وبالتالي نحن نتحدث عن انطلاقة جديدة الآن تتجه بهذه العلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خصوصا نحن نتحدث عن مجالات جديدة. يعني يحاول مجلس الأعمال المشترك أو منتدى الأعمال المشترك ما بين الدولتين فتحها والدخول إليها، خاصة فيما يتعلق بمجالات السياحة ومجالات أيضا يعني لها علاقة بالتعاون في مجال النقل وغيرها من المجالات. حجم التبادل التجاري هو 2 مليار يورو أو أكثر، ويمكن الفترة القادمة سوف نشهد يعني زيادة في هذا الرقم، مع وجود أيضا كل تعاون تم توقيعه أو تجديده بقيمة 400 مليار يورو، واعتقد ان هذا ايضا رقم مهم يضاف الى يعني التعاون الاقتصادي ما بين الجانبين، ايضا هذا التعاون الاقتصادي ما بين مصر واسبانيا. نعم استاذ جمال، دعني اتطرق لنقطه اخرى نظرا لضيق الوقت. الاتفاق على انشاء لجنه وزاريه مشتركه بين البلدين تعقد بالتبادل بين القاهره ومدريد، الى اي مدى يمثل هذا الاتفاق نقله نوعيه في العلاقات المصريه الاسبانيه؟ يعني تشكيل لجنه مشتركه ده مهم للغايه، حتى يكون هناك ايضا رافد حكومي يشتغل بيعمل طوال الوقت بجانب ايضا القناه الخاصه بعالم المال والاعمال ورجال الاعمال، وبالتالي ان يكون هناك ايضا تنسيق حكومي مشترك طوال الوقت ما بين الحكومه المصريه والحكومه الاسبانيه. نعم. ده بيعطي قوه و يعني ايضا يدفع العلاقات طوال الوقت للاستمراريه وللنمو طوال الوقت. ايضا يعني وجود هذه اللجنه في الفترة القادمة سوف يدعم طموحات المنتدى الاقتصادي الذي شهدناه اليوم والآفاق التي يحاول فتحها في كثير من المجالات الاقتصادية. نعم أستاذ جمال، أيضا كيف يمكن تأطير هذه الزيارة على الجانب الاقتصادي بالنظر لطبيعة الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسباني، وهم مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإسبانية؟ هل لهذا دلالة برأيك، خاصة مع تصريح رئيس الوزراء الإسباني بأن إسبانيا مصممة على الاستثمار في مصر؟ يمكن مش اسبانيا وحدها المصممه على الاستثمار في مصر، اوروبا كلها الان تتجه الى مصر. نعم. نجد زخم كبير جدا من كافه الشركاء الاوروبيين للوجود داخل السوق المصري، لان السوق المصري الان اصبح الاكثر استقرارا في المنطقه، الاكثر امنا، الاكثر ايضا استدامه من حيث التنميه، الاكثر ايضا انتاجا للمشروعات العملاقه، كل هذه الامور بتجعل السوق المصري الان عنصر جذب. لو رصدنا خلال الفترة القصيرة الماضية سوف نجد ان المجر اتت الى القاهرة، الفيش جراد او تجمع الفيش جراد ايضا تعاون مع القاهرة بشكل مباشر، ايضا ترويكا المتوسط مصر واليونان وقبرص، وطبعا هذا عوضا عن الشركاء التقليديين المانيا وفرنسا وايطاليا وغيرهم من الدول. بالتالي هناك حراك كبير جدا في الداخل الاوروبي للاتجاه نحو السوق المصري، هذا لان السوق المصري كما تحدثنا سوق واعد. وايضا لنقطه ثانيه مهمه جدا، نعم تفضل، بالفعل هو البوابه الحقيقيه للمنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه، بل هي البوابه الاكثر استقرارا للنفاذ لهذه الاسواق. وبالتالي نجد ان اسبانيا الان وهي تتحدث انها تريد الدخول بثقل الى السوق المصري، هي تنظر ايضا للابعاد الخاصه في ترويج لمنتجاتها ولاستثماراتها في البعد الافريقي والبعد العربي، خصوصا مع ايضا توازن سياسي مصر اصبحت تتمتع به، وهذا التوازن بيتيح لها علاقات اقليميه متميزه مع كافه الشركاء الاقليميين، وبالتالي من الممكن ان تكون القاهره هب لاي من يريد
أن يستثمر في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. نعم. المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية. أخيرا أستاذ جمال، العلاقات المصرية الإسبانية ربما تمتد جذورها لقرون، يعني إذا يعني أكدنا الرقم، كيف يمكن تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، أهمية تعزيز هذه العلاقات؟ يمكن هنا الرابط الثقافي أكيد مهم للغاية. نتحدث عن شعوب المتوسط التي لديها الكثير من قنوات التواصل الشعبي والثقافي الموجودة منذ عقود كما حضرتك تفضلتي وذكرتي، وبالتالي تعزيز هذه الأواصر وحوار الحضارات وحوار الثقافات مهم جدا لخلق دبلوماسية أيضا ثقافية ودبلوماسية شعبية بتدعم الدبلوماسية السياسية وأيضا العامل الاقتصادي، وبالتالي أيضا أجد أن تعزيز التعاون في مجال حتى الرياضة كما طرح اليوم أو مجال الثقافي، كلها أمور بتدعم الشق السياسي والشق الاقتصادي خصوصا مع شعوب المتوسط التي لديها الكثير من الأواصر المتصلة منذ قديم الأزل، وأعتقد أن دي نقطة مهمة للغاية. نعم. وأقصد بظلالها وباستمارها الإيجابية في نموذج مماثل حينما حدث مع الجانب اليوناني والقبرصي، وبالتالي هناك تجربة تقول لنا أن بالفعل التعاون الثقافي مع شعوب المتوسط له ثمار جيدة جدا وله أبعاد جيدة جدا على الشق السياسي والاقتصادي. نعم أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات.